فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج المني بعد الاغتسال فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ لا، إذا كان بلذة نعم، إذا كان بلذة يغتسل مرة أخرى، أما إذا كان بدون لذة، كان متخلفا في القضيب ثم تسرب، هذا يكفي الوضوء، يكفي الاستنجاء والوضوء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.